هل تعتقد أنك تتحكم في عقلك؟ أنت مخطئ. ألقي نظرة على هذه الدوامة الدوارة. ركز فقط على المركز واتركها تفعل سحرها. استمر في النظر. لا تقلق، نحن لا نحاول تنويمك مغناطيسيا. أظن هذا كاف. حسنا، حاول أن تحدق إلى باطن كفك أو انظر إلى هذه الصورة على الشاشة. المدهش أن ما ستراه هو بشرة يدك وهي تتحرك أمام عينيك، والسبب هو أن دماغك هو فعليا المسؤول وأنت مجرد راكب في هذه الرحلة. هل فكرت يوما أن توقع بأحدهم بدون حتى أن تلمسه؟ أو أن تجعل لاعب كرة قدم محترفا ينسى كيف يركل الكرة؟ أو أن تثمل بدون أن تلمس نقطة كحول؟ إذا وجدت فتحة بين الاثنتين فسأكون فيها. سنريكم كيف يمكن التلاعب بنا جميعا من خلال عملية اللاوعي في الدماغ، وسنقوم بإثبات ذلك من خلال مجموعة أعمال مبتكرة واختبارات الكاميرا الخفية. لقد تغير على أفضل مادة اختبار على الإطلاق، أفراد مطمئنين. لا، أهلا بكم في ابهر نفسك. تلك الدوامة غريبة، أليس كذلك؟ لكن عقلك لا يتلاعب بك بالخدع البصرية فقط. الواقع، من الممكن اعتبار الدماغ مصنعا كبيرا وعقلك الواعي بمثابة الشخص الذي يظن أنه هو المسؤول. أنت تتخذ قرارات استراتيجية مهمة جدا، مثلا ماذا ستأكل على الغداء، لكن هناك جيش من الخلايا العصبية التي تتولى أمر المعلومات وتتخذ قرارات أوتوماتيكية على هواها. معظم الأحيان تقوم بعملها، فتعالج أشياء كالصوت والرؤية واللمس عادة بدون أن يكون الرئيس مكترثا لكل التفاصيل. لكن إذا استشعرت الأحاسيس شيئا خارجا عن المألوف، مثلا كخطر وشيك، الرئيس بحاجة إلى أن يعرف بالأمر. هناك نوعان من التفاعل مع المنبهات الخارجية، التفاعل الواعي والتفاعل الأوتوماتيكي. هذا هو التفاعل الواعي. لكن هذا ليس نظام التفاعل الوحيد الذي نملكه. ماذا لو لمست بالصدفة شيئا ساخنا جدا؟ هناك إمكانية إبعاد يديك بعيدا قبل أن ينتبه عقلك الواعي. إن جهازك العصبي أعفاك ببساطة من إعطاء الأوامر، لكن ردود الفعل تلك ليس سببها الألم فحسب، إنها تحصل أيضا بسبب الخوف. رد فعل الخوف، أو لماذا نبدي جميعا ذات تعابير الوجه عندما نفاجأ؟ هذا المطعم المحلي يقدم للزبائن عرضا جديدا رائعا. كل ما عليهم فعله هو أن يحزروا اسم ثلاثة أطباق موجودة تحت الأغطية للفوز بجائزة. لكن هناك شيء واحد لم يتوقعوا بالتأكيد أن يكون على القائمة، رأس هذا الرجل. السؤال هو ما مدى سرعة تفاعلهم عندما يواجهون فجأة هذا المنظر المرعب؟ نقيم مسابقة اليوم، وإذا أجبتم على كل الأسئلة بشكل صحيح تفوزون بوجبة لشخصين. ارفع الغطاء. سمك ورقائق. الطبقان الأولان لا يحملان مفاجآت. فطيرة الراعي. فطيرة الراعي. لكن الطبق الثالث. والثالث. بمجرد أن يواجههم شيء غير متوقع يبدون رد فعل من الخوف اللاوعي. رد الفعل فوري تقريبا. بإمكان يوسين بولت أن يتفاعل مع طلقة مسدس خلال 0.165 جزءا من الثانية، لكن زمن رد فعلنا الأوتوماتيكي قد يكون خلال 0.05 أجزاء من الثانية، أي أنه أسرع بثلاث مرات من أسرع رجل على الأرض. هذا يحصل حتى قبل أن نعرف ما الذي يجعلنا نقفز. لا تتوقع ذلك، هذا نوع من صدمة للجهاز، إنه رد فعل فوري. خلال جزء واحد من ألف من الثانية فوجئت، أرعبني، لذا لم أعرف ماذا حصل. الخوف أحد أسرع وأكثر ردود الفعل الأوتوماتيكية لدينا، ورد الفعل هو شيء لا نستطيع التحكم فيه. ماذا يجري؟
إن سرعة رد فعلنا إزاء المنبهات الخارجية تعتمد على مدى سفر المعلومات وكم يجب أن تستمر عملية المعالجة. عندما نشعر بألم في قدمنا، تمتد الإشارة صعوداً في جسدنا قبل أن ندرك أن علينا تحريكها. إشارات الخوف المرئي تسلك طريقاً أقصر بكثير. عندما نرى شيئاً يجعلنا نقفز، الإشارة العصبية تقصر الرحلة من عيننا إلى اللوزة المخية. إنها تساعد على تنسيق ترسانة من الاستجابات الأوتوماتيكية. مع زيادة في الأدرينالين لتسريع حركتنا، يبدأ كبدنا بحرق الجلوكوز لزيادة الطاقة. والأهم من كل ذلك، العضلات تلقت أوامر بإبعادنا عن الطريق. كل ذلك بدون إزعاج دماغنا الواعي. إذا فكرنا فيها، فقد تبطئ ردود أفعالنا. في هذا الوقت يقول قد فات الأوان. المسألة لا تقتصر فقط على ما يحصل في الداخل. صدمة مفاجئة تحرك نطاقاً من استجابات صراع البقاء في الخارج أيضاً، والتي تصبح مرئية بالحركة البالغة البطء. ردود فعل الخوف الكلاسيكية التي نعرفها جميعاً لديها أهدافها. عيوننا تتوسع لتسمح بمرور المزيد من المعلومات المرئية. أفواهنا تفتح لتنشق المزيد من الأكسجين. أيدينا تتحرك أمامنا للحماية، أو نقف بثبات استعداداً لمواجهة التهديد مثل هذه السيدة، أو نستعد للهرب مثل هذا الرجل. وردود الفعل هذه عالمية. لذا سواء أكنت تفعل هذا أم هذا، فقد تبدو أحياناً سخيفاً، لكن ردود الفعل هذه الفائقة السرعة هي وسيلة دماغك لإبعادك عن المشاكل. نشكر الله على ذلك. في المرة القادمة عندما تقفز على أحدهم ثم يبدون هذا التعبير، يمكنك أن تجعلهم بحال أفضل بأن تخبرهم أنها استجابة أوتوماتيكية. أسبق وكنت جالساً في قطار مستعداً لمغادرة المحطة؟ أنت تعتقد أنك أقلعت، لكن بعد ثوان قليلة تدرك أن العربات المجاورة لك هي التي بدأت بالتحرك. دماغك أخطأ وأعطاك معلومة خاطئة، لكن السبب الذي جعله يفعل ذلك يسمى التدفق البصري. أو في حالتنا، كيف تجعل أحدهم يسقط بدون أن تلمسه؟ التدفق البصري هو نهر المعلومات البصرية التي نعيشها عندما نتحرك في العالم. عندما تسافر إلى الأمام، تبدو الأجسام البعيدة أمامك كأنها بالكاد تتحرك، لكن عندما تقترب منها تبدو كأنها تتسارع، ومن ثم تمر كالأزيز في محيط الرؤية مولدة تدفق الرؤية. ذات الشيء تماماً عندما تمشي، يفترض دماغك أن العالم ثابت، لذا عندما تعيش التدفق البصري يفترض دماغك أيضاً أنك تتحرك، ويصحح أوتوماتيكياً وقفتك وتوازنك، وإلا فقد تقع. إذن أيمكننا أن نجعل أحدهم يسقط صينية المشروبات باللعبة بدماغه؟ هذا استوديو الصور البيانية لإبهر نفسك. ممثلنا يلعب دور المصور. إنه يتظاهر بالتقاط بعض الصور التجريبية لعلامة تجارية جديدة لمياه جيدة متلألئة، وقد صفى سلسلة من النماذج الاعتباطية لكي تساعده. هذا واحد الآن. إذا تخيلنا أننا في فندق مميز، وأنت النادلة الجميلة التي تقوم بتسليم هذا المنتج المذهل إلى طاولة نجوم كبار. آمل ألا أسقطها. لا تقلقي، لن تسقطيها، أنا متأكد من ذلك. أعثري على تلك البقعة إلى الجدار واندمجي في المشهد. إنه يوشك أن يلتقط الصورة، هي جاهزة. انظري إلى الجدار. ولسبب غير واضح هي تسقطها، لكنها ليست خرقاء، لأن استوديو مصورنا ليس كما يبدو عليه. كل شيء تم إعداده خصيصاً في وقت مبكر. هذه غرفة قادرة على أن تتحرك. الجدران مركبة على عجلات بحيث يمكن أن تندفع إلى الأمام وإلى الوراء حسب الرغبة. بمجرد أن تتحرك الجدران، فالشخص الذي في الداخل يشعر بالتدفق البصري. فيما يتعلق بالدماغ، ليست الجدران هي التي تتحرك بل هم، ومحاولة أجسادهم للتعويض تجعلهم يفقدون توازنهم. للمساعدة على توليد التدفق البصري، هناك خطوط على الجدران تتحرك خلال محيط رؤية الشخص، ووضعها على درجة صغيرة يزيد التأثير على نظام التوازن الأوتوماتيكي.
جميل. ولم تكن لمرة واحدة، الكثير من النور والحياة في عينيك. كل مرة نحرك الغرفة تفقد من اخترناها نموذجنا توازنها. الثالثة ثابتة، لا تقلقي. وهي ليست الوحيدة، النماذج الأخرى تقف ثابتة، الجدران تتحرك. لقد فصلت المياه. هل يمكنني أن أقوم بالتصوير الآن؟ مجدداً ومجدداً. تتحرك الجدران وتسقط الصينية، وبناءً على الجهة التي تتحرك ناحيتها الجدران يقلبهم التدفق البصري إلى الأمام أو إلى الوراء، حتى إن البعض منهم يفيد بأن الأرض تتحرك. طبعاً هذا مستحيل. أعتقد أن الأرض كانت تتحرك وكانت تحركني لتقربني من الكاميرا. بعد برهة كنت في الواقع متأكداً من أن الأرض تتحرك، لكنني لم أرد أن أسأل. كنت أود القول إننا سعداء لنكون أول من يجرب هذا الاختبار، لكنها ستكون كذبة كجعة. تم تصميم غرفة التدفق البصري في البداية عام 1972 على يد الأستاذين لي وليشمان من جامعة إدنبرغ. كما استطاعوا تربية لحا حقيقية رائعة، أنشأوا غرفة متحركة كانت أساسا لنا. أنا أتحرك إلى الأمام وإلى الوراء. غير مقتنعين بجعل التلاميذ يفقدون توازنهم، لجأوا إلى تجربتها على مواد اختبار أخرى. هذا الصغير بدأ يمشي منذ شهر تقريبا. إنها فترة السبعينيات من القرن الماضي، كانت الأشياء مختلفة. حتى الآن أريناكم لماذا دماغكم يجعل وجهكم يظهر تعابير الخوف، وكيف نجعل أحدهم يسقط صينية من المشروبات بدون لمسها، وستشاهدون المزيد والمزيد من الأشياء التي تبهركم. عندما يتعلق الأمر بالألم، فمعظمنا يتآلف مع تأثير العلاج الوهمي. هذه حبة أسبرين حقيقية، هذه مجرد حبة من السكر. إذا أعطاك أحدهم حبة السكر وأنت تظن أنها حبة أسبرين حقيقية، فغالباً ما يزول الصداع كما تتوقع. أن تتوقع أن شيئاً ما سيكون له تأثير، فهذا كاف لكي ينتج التأثير ذاته مادياً. على الأقل هذه هي النظرية. تأثير العلاج الوهمي، أيمكن جعل الناس يثملون بدون كحول؟ أهلاً بكم إلى الحانة الوهمية. دعي هؤلاء التلاميذ إلى ما هم يعتقدون أنه مشروب مجاني. قيل لهم إننا نتحقق من تأثير استهلاك الكحول على قدرات المرء، وقد وافقوا على قضاء بضع ساعات في الاستمتاع بالمشروب ولعب الألعاب من منطلق كونهم تلاميذ. كل ذلك تم في أجواء مسيطر عليها وتحت أنظار باحثين المراقبين. والأهم من كل ذلك أننا سندون الكمية التي يشربها كل شخص. الخبر الجيد لكم جميعاً الليلة هو أننا سنقدم لكم مشروباً مجانياً. ما لا يعرفونه هو أننا استبدلنا كل الكحول في مشروباتهم ببدائل غير كحولية. إذن الليلة لن يتناولوا سوى مياه منشطة واجعة خالية من الكحول. لدينا قناة نجاعة وبعض الكحوليات، حان الوقت لتتناولوا مشروبكم الأول المجاني. إذن تلاميذنا التصقوا بالبار المجاني ظناً منهم أن هذا اختبار لمعرفة تأثير الكحول على قدراتهم. حسناً، الجميع يبدون واثقين عندما يتعلق الأمر بالمشروب. مع مرور الوقت ارتفعت تداعيات الشرب. بعد أن تناول كل واحد 4 كؤوس، طلبنا منهم تحديد نسبة ثملهم من 1 إلى 10، 1 رصين، 10 غير متوازن. لكونهم لم يشربوا الكحول أبداً، يجب أن تكون صفراً. لا أذكر كم كأساً شربت. أنا ثمن بنسبة 5 كؤوس. لكنه لم يشرب قطرة واحدة. أظنها 5 أو 6 من 10 كؤوس. حتى هي لم تشم الكحول أبداً. في مستوى 1 إلى 10، أنا أقول 6. فلنقل 6، 6 رقم جيد. غريب، إما تسللت وشربت سراً، وإما أن دماغها يقول لها إنها شبه ثاملة. ليس هناك مجال لتحدد ما إذا كنت فاقداً للتوازن، لا. يبدو كونهم يظنون أن المشروب حقيقي، فإن المشروب الوهمي يؤثر على دماغهم لكي يستشعرون أول علامات السكر.
لكن بعد مرور 60 دقيقة أخرى من الشرب، هل سينخدعون أم سيدركون أن كل ذلك كان وهما؟ سنعود لاحقا إليكم لكي نعرف. كم برأيكم ترون العالم من حولكم بوضوح؟ واضحا جدا، صحيح؟ حسنا، ماذا لو أخبرتكم أن الشيء الوحيد الذي ترونه بوضوح تام هو بقعة صغيرة في مركز رؤيتكم، حجمها بحجم ظفر الإبهام ضمن نطاق ضيق، البقية أقل دقة بكثير، وأدمغتنا تقدم لنا خدمة بجمعها معا كصورة واضحة. الرؤية المحيطية، لماذا لا يمكننا الوثوق بها؟ مثلا لدينا هنا صورة جميلة لألبرت أينشتاين، لكن دعونا نبعدها قليلا. الآن من ترون؟ إما أينشتاين بات متألقا بشكل غريب، وإما أنكم ترون مارلين مونرو ضبابية. لا توجد خدعة بالكاميرا هنا، تلك كانت ذات الصورة. عندما أبعدنا الصورة ضاعت تفاصيل صورة أينشتاين الدقيقة، وصورة مارلين مونرو غير الدقيقة كانت الغالبة، مع أن الصورة لم تتغير. مقارنة بوسط عيننا هناك مستقبلات قليلة عند حافة رؤيتنا، وتلك التي لدينا ليست حساسة للألوان. إذا شاهدنا العالم من خلال رؤيتنا المحيطية فقد يبدو تقريبا هكذا، لا قيمة له. إذن لماذا نحن لسنا مدركين لذلك؟ عيوننا تتحرك بشكل دائم حوالي 5 مرات في الثانية، بما يسمى الحركة الرمشية. إنها تتناول باستمرار عينات سريعة من العالم المرئي، ودماغنا يملأ الباقي، لذا نرى العالم بوضوح وبالألوان. إذن لكي نختبر عيوب الرؤية المحيطية، أرسلنا كاميراتنا الخفية وشرطية مزيفة إلى شارع مكتظ، مسلحة بملامح أحد الوجوه، ستسأل المتسوقين إذا كانوا قد شاهدوا هذا الرجل، وهو شبيه فريدي ميركوري الحقيقي. سيكون في رؤيتهم المحيطية، هل سيلمحونه؟ عفواً سيدي، أتساءل إذا كنت تسمح لي بدقيقة، هل سمحت ونظرت إلى هذه الملامح؟ انظر، هل يمكنك التعرف إليه؟ نعلم أنه عندما يشتد البرد هو يرتدي هذه السترة الصفراء الزاهية. لا أعلم إذا كان هذا يساعدك على تخيله، ألم تري رجلاً يلبس سترة صفراء على الطريق العام؟ لا، في الحقيقة اللافت في الطريق العام أنك عندما تكونين هنا، نعم، تكونين مركزة جداً إلى أن يحصل شيء لافت يشغلك. ألا يذكرك هذا بشيء رأيته من قبل؟ لا، هل أنت متأكدة؟ إن حقل الرؤية الطبيعية لدى الإنسان يقارب 180 درجة، فريدي بداخله تماماً ضمن نطاق محيط رؤيتهم، لكن بما أن عيونهم تراه فقط بدقة منخفضة ولون تعيس، فإن أدمغتهم لا تسجل وجوده هناك. نعم، إذن هو يبدو تقريباً مثل أي رجل. نعم، في الأبيض. نعم، مثلاً. نعم، لو كنت حسناً. قد رأيت هذا الشخص لكنت حتماً عرفت. حسناً، تماماً، إذن أنت لم ترى شيئاً كهذا؟ لا، لم أرى هذا الشخص من قبل. حسناً، لا بأس، شكراً جزيلاً على وقتك. شكراً لك. إذن هذه هي المحصلة، الرؤية المحيطية لدينا يمكن أن تكون تعيسة في التقاط الأشياء المهمة، وبالأخص فريدي ميركوري. أدمغتنا ميالة إلى التناسق، إنها تحب أن تفترض العالم مكاناً منطقياً متوازناً وثابتاً حتى عندما قد لا يكون كذلك. مثلاً بينما أنا أرتاح على هذا الكرسي وأتكلم معكم، دماغكم أكثر من مرتاح في معالجة هذا الوضع، إنه في منتهى الانسجام. أما زلتم مرتاحين؟ أنا الآن أشوش على مشهد دماغكم المتناسق، حيث تتوقعون رؤية الوجه كما يجب أن يكون. صعب أن تنظروا إليه، أليس كذلك؟ ارتاحوا، عدنا إلى الوضع الطبيعي. لكن هذه الرغبة في التناسق تعني أن أدمغتنا يمكن أن تنخدع بتوليد تناسق عندما لا يكون موجوداً. وللتحقق من هذا الخداع الفكري أكثر، قررنا القيام ببحث ميداني. عمل اختياري. لماذا يرفض الدماغ أحياناً ملاحظة الفرق؟ اليوم طلب من بعض أفراد المجتمع المطمئنين المجيء إلى غرفة أبحاثنا الميدانية لكي يعطون رأيهم في حملة إعلانات لماركة شوكولاتة جديدة. ممثلنا سيدير الحملة، لكن بالطبع هم ليسوا هنا للتحدث عن الشوكولاتة، في الواقع هم جزء من الاختبار. محور الاختبار هو كيف أن أدمغتنا قادرة أوتوماتيكياً على أن تغفل عن أشياء يعرف جزء منا أنها خطأ. يطلب منهم ممثلنا أن يبدوا رأيهم بالعلامة التجارية. سيجري زبائننا حملة إعلانية ضخمة، إنهم يبحثون عن امرأة لتتولى الأمر، قد نصادفها في الشارع.
لدينا هنا A و B، أيهما تختار؟ شخصياً أجل A. اختار الفتاة A، لكن بدل أن نريه خياره الأصلي سنبدله بذلك الذي رفضه. هل سيلاحظ الفرق؟ لما اخترتها هي بالتحديد؟ لا أعرف إن كان هذا مهماً، لكنها تملك وجنتين منتفختين. وجنتان منتفختان؟ أجل، إنه وجه مختلف كلياً عن الذي اختاره في الأساس، لكن اللافت أنه مستمر في تبرير خياره. إنهم يحاولون أن يكونوا مهذبين. A أو B؟ A. A. أجل، أدمغتهم تجعلهم يتجاهلون الخطأ ويستمرون كأن شيئاً لم يحصل. ماذا بخصوص الـ A الذي قررت أن تختاريه؟ أتبدو كشخص آخر قد تراه في الشارع؟ تمت برهنة هذا التأثير بواسطة علماء نفس في السويد عام 2005. يبدو أنه بعد اتخاذ الخيار يقدم دماغنا تفسيراً معقولاً بعد التبديل ليخلق معناً للوضع. بدت أكثر شباباً من الأخرى، وإلا فسنرى أنفسنا أمام تناقض تحاول أدمغتنا أن تتجنبه. بي كانت أصغر. الاختبار الأصلي استخدم صوراً، لكن لم تتم تجربته مع كائنات بشرية حية حقيقية حتى الآن. لدينا تشكيلة من الإضافات جاهزة لتكون وجهاً للشوكولاتة الجديدة. إنهم بطول مختلف ومظاهر مختلفة. سيكون بإمكان الشخص الذي اخترناه رؤيتها من خلال مرآة مزدوجة في نهاية الغرفة. سيقوم زبوننا بحملة إعلانات تلفزيونية ضخمة. خلف هذه النافذة هنا لدينا أربعة ممثلين، تم ترقيمهم من واحد إلى أربعة. أريد منك إلقاء نظرة واستجابة فورية تجاه المفضل لديك. حسناً. جيد، هل أضأنا النور رجاءً؟ حسناً شباب، فقط استجابتك الفورية. رقم أربعة. رقم أربعة، اتفقنا. لقد اختار هذا الرجل، ولكن سنقوم بتبديله بهذا الشخص. حان موعد التغيير السريع. هل ألقينا نظرة على الرقم أربعة؟ هل سيلاحظ التبديل؟ ما الذي جعلك تختار الرقم أربعة؟ لا أعرف، يبدو مرتاحاً جداً. حسناً. لا، ليس صحيحاً. وكما من قبل، هو يستمر في تبرير قراره بالرغم من أنه شخص مختلف جداً. بصراحة، أهم ما في الأمر أنه يبدو مرتاحاً ويشبهني أنا. حسناً. ربما من السهل اقتراف خطأ في الخلط بين وجهين رأيناهما للتو. ماذا لو قدمنا شخصاً جديداً كلياً؟ وإضافة إلى ذلك، كان يملك شعراً ملوناً مختلفاً عن الآخرين. أي رجلين من هؤلاء الأربعة تفضلين؟ الأخير على يمينك. الرقم أربعة؟ الرقم أربعة. فلنلقي نظرة أخرى. ما الذي جعلك تختارين الرقم أربعة؟ إنه يتميز بسلوك لطيف جداً، هيئته سلسة. أجل، لا يزال العمل اختياري وارداً حتى لو كان البديل مختلفاً جداً جسدياً. التأثير قوي، لكن ليس على الجميع. في الاختبار الأساسي نجح بنسبة 75% من مواد الاختبار، وفي اختبارنا وجدنا تقريباً ذات نسبة النجاح. هل شاهدنا الرقم اثنين؟ إنه شخص مختلف، أليس كذلك؟ لابد أنه الرقم اثنين. أعتذر، إنه الشخص الثاني مع الشعر. ليس ذات الشخص، صحيح؟ بالنسبة إلى هؤلاء الناس، أدمغتهم لمحت التناقض وأدركت أن تبديلاً قد حصل. لا يبدو أنه هو الآن، يبدو كأنه تبدل. لكن هؤلاء أقلية، معظم الأشخاص لم يلحظوا التبديل ويتصرفون كأن الوجه الجديد كان خيارهم الأساسي منذ البداية. لكن هل سينجح الاختبار إذا كان البديل أكبر من الآخرين بعشرين عاماً ومع شعر رمادي؟ حسناً، نحتاج إلى استجابتك الفورية على هذا غريزياً. ماذا تفضلين؟ اثنان، ثلاثة، أربعة؟ رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. يمكنك رؤيته يقيم حملة تلفزيونية لشوكولاتة بنكهة الفاكهة. أجل، إنه التبديل الأكبر على الإطلاق. فلنلقي نظرة على الرقم ثلاثة ثانية. أتسمحين بأن أسألك لماذا اخترت الرقم ثلاثة؟ يبدو جدياً بما يكفي ليقدم إعلاناً. إذا كنت ستصفينه بكلمة واحدة، كلمة واحدة، ماذا تقولين؟ استباقي؟ استباقي. إنه فعلاً يبدو استباقياً، لكنه ليس الرجل نفسه. لقد أريناكم كيف أن دماغكم هو الذي يتولى كل اللقطات.
حتى الآن رأينا كيف أن الرؤية المحيطية تفوت أحياناً بعض الأشياء المهمة، وكيف أن التأثير الوهمي جعل التلاميذ يثملون بواسطة جعة غير كحولية. تعالوا وتعرفوا إلى قزم الاستشعار. لا تخافوا، لا يعض. هو يمثل كيف أن جزء قشرة دماغي الاستشعاري يرى جسدي. دعوني أشرح. كل جزء من جسمكم يملك كمية مختلفة من الدماغ مكرسة له. كما ترون هنا، دماغي يعمل على استجلاب قوة إلى يدي وفمي وعيني، وأيضا إلى جذعي وساقي وذراعي. إنها خريطة جسم دماغي. لماذا يمكن أن تكون حاسة اللمس لدينا غير دقيقة؟ ما مدى إعاقة خريطة جسم الدماغ مقارنة بالواقع الجسدي؟ حان الوقت للجلوس والاسترخاء والتمتع برسالة عصبية. إلى الأسفل قليلاً رجاءً. تعرفوا إلى ميراندا وكارلي. إنهما هنا لبرهنة تقنية رسالة جديدة مثيرة للاهتمام على بعض المتسوقين المراهقين. سيقدمان للزبائن فرصة للتمتع بآخر تقنيات التدليك بالاهتزازات المعروفة بالنحلة. ليست حقيقية، نحن ابتكرناها. هل ترغبين في تدليك بسيط؟ نحن بصدد تجربة منتج جديد اليوم. إنه مجرد تدليك لظهرك. حسناً، لما لا؟ هل أتيت وجلست هنا؟ ما لا يعرفه الزبائن هو أنهم جزء من اختبار لمعرفة كيف أن قوة الدماغ الصغيرة مكرسة لإحدى أكبر المناطق في الجسم، الظهر. الآن هل لا ركزت فقط على المشهد وأصغيت إلى الأمواج؟ سأضع النحلة على ظهرك. ما هو شعورك الآن؟ حسناً. أوه، إنه مريح. سأضيف بعض الضغط ثم أزيده قليلاً، اتفقنا؟ الآن تذكروا أنه يتوقع فقط اهتزازات تدليك نحلة على ظهره. هل ستتحسن قشرة الدماغ الاستشعارية التغيير عند إضافة مزيد من النحل؟ هناك اثنان. كيف تشعر؟ شعور لطيف، نعم. ظهره لم يستشعر المدلكين الإضافيين. 4 نحلات الآن، ولا يزال يعتقد أنها واحدة فقط. كيف تشعر الآن؟ شعور جيد. الآن 5 نحلات. هذا رائع جداً. 6 نحلات على ظهره. هذا فعلاً رائع. رغم أنه يتوقع واحداً فقط، هناك 7 نحلات مدلكة تلامس جسمه دفعة واحدة، ومع ذلك هو لم يلاحظ. لماذا لم يتحسس إدراكه الاستشعاري التغيير؟ كما يبدو، الخريطة التي يملكها دماغنا عن أجسامنا ليست دائماً دقيقة. إن تحسس لمسات حساسة لطيفة على ظهورنا ليس أولوية. الواقع، ميراندا كانت بحاجة إلى استراحة شاي. كيف تشربينه؟ مع حليب سكر؟ الأفضل أن أحضر معك. حسناً. سأتركك لحظة. أنا أشعر بواحدة، لم أتوقع أن تكون هناك 8. هل تستمتعين بالتدليك؟ فوجئت كثيراً، لم أتوقع ذلك أبداً، ظننت أنها كانت واحدة فقط. إنها متعرجة، على مهل. هذا يبين كيف أن قوة الدماغ الاستشعارية البسيطة مكرسة للعمل على ظهرك مقارنة بالمناطق الأخرى. وهذه هي نهاية تدليكك. لكن ماذا يحصل بالضبط؟ إن قشور الاستشعار والحركة في دماغنا تكرس كميات مختلفة من الموارد لأجزاء مختلفة في جسمنا. نحن نمضي وقتاً كبيراً مستخدمين أيدينا، إذن ذلك الجزء من قشرة الدماغ كبير نسبياً. بالمثل، نحن نميل إلى الإكثار من الكلام، إذن ذلك الجزء من دماغنا التابع للسان قوي جداً. نحن لا نتحسس كثيراً بواسطة سيقاننا، إذن قشرة الدماغ لا تكرس لها مساحة كبيرة. لكن إذا استخدمتم جزءاً معيناً من جسمكم، سيولد الدماغ خلايا عصبية إضافية للتعامل مع الواردات المتزايدة. إذن إذا أردتم استخدام مرفقكم في الألعاب، فأنتم بحاجة إلى خلايا استشعار عصبية أكثر من أي أحد آخر. ربما الحواس الخمس، البصر، الصوت، الشم، اللمس، والذوق مألوفة لديكم. نحن نفترض أنها تعمل منفردة، لكن أدمغتنا تفضل أن تكون حواسنا أفراداً في فريق عمل ناجح. طريقة فهمنا للعالم تجمع بين البصر والصوت، الشم والذوق، وكل المجموعات الأخرى. هذا يسمى التكامل. أيمكنك أن تنخدع بالنبيذ بالخلط بين الأبيض والأحمر؟
لماذا جرحت يدك؟ أحياناً لا تشعر بالألم حتى تنظر إليها. هنا البصر واللمس يعملان معاً. إذا كنت تحاول متابعة محادثة ما، فستجد سهولة أكثر إذا كان فم الشخص يتحرك. هنا اجتمع الصوت والبصر. بالنسبة إلى بعض الناس، قد تكون هناك نسخة متطرفة من تأثير التكامل وتسمى المحاسة. بالنسبة إليهم، هذا يعني عندما يسمعون موسيقى يرون ألواناً، أو عندما يرون شكلاً معيناً، فقد يترافق ذلك مع تذوق معين. في الخلاصة، كأن بإمكانهم رؤية الصوت وشم الأشكال، كل ذلك بدون الاستفادة من أي منبهات غير عادية. إذن حواسنا تعمل معاً طوال الوقت، لكن هذا الجهد الجماعي يعني أن أدمغتنا أحياناً تسيء فهم الأمور. ماذا عن هذه الكرة؟ تبدو عادية جداً، لكن أصغ جيداً. من أي جهة من جهاز تلفازكم يصدر الصوت الارتدادي؟ كما معظم الناس، أنتم على الأرجح تظنون أنه قادم من اليسار. الحقيقة أن الصوت يصدر من مكبري الصوت الاثنين، اليمين واليسار، طوال الوقت. والسبب هو أن عيونكم وآذانكم كانت تعمل معاً وقد أحرجتكم. لمعرفة مدى قوة تأثير التكامل، نظمنا حفلاً لتذوق النبيذ، وعرضنا 3 أنواع نبيذ فاخر أبيض وأحمر من العالم الجديد. ومضيف هذا الحدث هو الساقي المحترف خبير النبيذ جيلبرت وينفيلد. مرحباً. في ظل كاميراتنا المخبأة، يصل المتذوقون الذين يعتقدون أنه سيكون هناك القليل من هذا والكثير من ذاك. سيكون من الصعب جداً على شخص خبير بالنبيذ أن يخطئ بين نكهة النبيذ الأبيض الجيد الخفيف والطازج ونسيج النبيذ الأحمر الغني بنكهة الفاكهة، لكن المظهر قد يكون خادعاً. بدل تذوق 3 من النبيذ الأحمر و3 من الأبيض، متذوق النبيذ لدينا سيشربون فقط نبيذاً أبيض. إن التلوين لن يؤثر على الطعم، لكن أيمكن أن يكون منظر النبيذ الأبيض الملون بالأحمر كافياً كي يغير نكهة الشراب ويتجاوز هذا النبيذ؟ من يفضل الأبيض ومن يفضل الأحمر؟ أنا حتماً أفضل الأحمر. حسناً، الأحمر. أجل أفضل. إذن لدينا متحمسة للنبيذ الأحمر، لكنها لا تعرف أننا لن نقدم النبيذ الأحمر الليلة. أولاً لدينا النبيذ الأبيض الحريف بدون مواد ملونة. ما رأيك به؟ إنه نظيف جداً. جيد. فيه حموضة. هل يتناسب مع الطعام؟ هل هو جيد وحده؟ ربما يجب التقليل من السمك وزيادة المحار. شيء فيه دسم، يجب أن يكون غني بالدهون، لأن الحموضة تتماشى والدهون. أجل. هذه المجموعة تعرف نبيذها جيدا، لكن ماذا سيحصل عندما يقدم لهم جيلبرت ذات النبيذ الأبيض ولكن هذه المرة مصبوغا بالأحمر؟ النبيذ التالي سيكون الميرلوت الحريف. هناك بترول، يشبه إلى حد ما الكربون. بترول؟ أشعر بنكهة الكرز، إنه عابق. نعم. بنكهة الكرز. نعم، كرز وبترول، مواصفات النبيذ الأحمر الجيد الكلاسيكية، أو في هذه الحالة أبيض مع ملون أطعمة أحمر. ما يحصل هو أن أدمغتهم تفسر كل الواردات الحسية، في هذه الحالة الذوق والشم مظهرها وجمعها. عندما تنخدع إحدى حواسهم كتغيير اللون مثلاً، فإنها تؤثر تأثيراً كبيراً على ما يعتقدون أنهم يعيشونه. هناك القليل من النبيذ هذا المساء، ويبدو أن المتذوقين لدينا ليسوا حكماء. جربوا الأبيض. كأنه دراق محلى. أجل أجل، إنه لذيذ. ثم ذات النبيذ مجدداً بصبغة حمراء. إنه لذيذ، يشبه النبيذ المنكه بالتوابل. أعتقد أن هناك بعض الفاكهة، كأنها فاكهة مطهوة، كأنها ثقيلة داكنة. نبيذ بالتوابل؟ ربما يكونون متذوقين نبيذ متمرسين، لكن هذا التلوين المزيف أحدث إرباكا في حواسهم. حان الوقت لمواجهة المجموعة وإخبارهم بأنهم تعرضوا لخدعة وأنهم استخدموا التلوين. لقد جربتم 3 أنواع نبيذ اليوم، لا 6. حقا؟ لا. الثلاثة الأخرى نبيذ أبيض ملون بالأحمر. لا يعقل. حسناً. عندما ترى لوناً مختلفاً فأنت تبدل رأيك أوتوماتيكياً، لذا ما عندما رأيت اللون الأحمر فكرت في النبيذ الأحمر، وكيف يمكن أن يكون النبيذ الأحمر؟ لم أثق بذوقي، وثقت بعيني.
أحسست بطعم الزهور الفاخرة في النبيذ الأبيض. أجل، ومع كانت الأحمر. فاكهة الكرز. كانت نكهة الكرز واضحة جدا. أجل كان ظاهرا جدا. أعتقد أنه كان اختبارا رائعا لقوة البصر في التذوق. أدبغتنا بارعة في التكيف مع العالم من حولنا. ألم تلاحظوا مثلا عندما تمشون داخل المنزل في يوم مشمس كيف أن الغرفة تبدو أكثر قتامة؟ أو عندما تترجلون من المركب وتظل الأرض تحت قدميكم تهتز؟ حسنا، كل هذا يحصل بسبب عملية ذكية صغيرة تسمى التكيف. التكيف، أيمكنكم أن تجعلوا لاعب كرة قدم محترفا ينسى كيفية ركل الكرة؟ تخيلوا أن تتمكنوا فجأة من الشعور بكل شيء بشكل كامل وبدقة ووضوح. الثياب على جسمكم، الأحذية في قدميكم، أي شيء يمكنكم لمسه، تذوقه أو رؤيته على مدار 24 ساعة بدون توقف. سرعان ما سيصبح عقلكم الواعي مثقلاً فيقدم استقالته ويأخذ عطلة. لمنعكم من الذهاب إلى الجنون جراء التنبه المفرط، أحياناً تتوقف شبكة الخلايا العصبية عن إيصال الرسائل. إذا سقطت قطرة مطر على رأسكم فتسارع الخلايا العصبية الخاصة بالبلل لكي تخبركم. بضع قطرات أخرى وتسارع ثانية، لكن بمجرد أن يبدأ المطر بغزارة فإنها لا تهتم بالمواكبة وتتوقف عن التبليغ، كأنها تقول لكم بصراحة: اسمعوا، كل ما أنتم بحاجة إلى معرفته هو أنها تمطر، أنا في استراحة. لكن إلى أي مدى يمكنكم أن تدفعوا قدرة دماغكم على التكيف؟ هذا المضيف النشيط في الشارع يبحث عن أفراد من العامة للقيام ببعض التحديات البسيطة، لكن هناك شرط، يجب أن يفعلوا كل شيء وهم يضعون نظارات التحريف. هذه القطع الأنيقة من النظارات مجهزة بعدسات تعبث بإدراكهم العميق، إنها تجعل العالم يبدو هكذا أو أيضا هكذا. لكن ما لا يعرف هؤلاء الناس المطمئنون هو أن هذا التحدي لا يهدف إلى جعلهم يبدون سخفاء، إنه في الواقع اختبار لمعرفة مدى سرعة أدمغتهم في التكيف. كأنك تشرب زجاجة ويسكي. لأنهم لا يستطيعون تحديد بعد هذه الأشياء، حتى المهام البسيطة تصبح تقريبا مستحيلة. حان الوقت لكرة القدم المحرفة. بداية يبدو أن التغيير في الإدراك البصري يؤثر على مهاراتهم في كرة القدم. هناك كرتان، اثنتان على كل جانب. يبدو أنها تؤثر على قدرة هذا الرجل في اتباع القوانين. لا، توقف عن القفز. لكن المدهش أنه بعد مرور دقائق قليلة على وضع النظارات بدأت عملية التكيف. منذ 5 دقائق كانوا يلعبون كالأغبياء، لكن الآن يلعبون بهذا الشكل. إنه الآن يجرب الخدع وكل شيء. لن يربحوا أي جوائز، لكن لاعبين يعملون على إعادة تقويم اللاوعي حول كيفية إدراكهم للعالم. رونالدو، ما شعورك وأنت تتكيف مع هكذا تغيير كبير في الرؤية؟ بعد البداية، ربما بعد 5 دقائق أو مقارب، أنت تعتادها. انتظر. عندما لعبنا كرة القدم شعرت بدوار، أعتقد أنني تكيفت معها وكأنها رؤيتي العادية. خلال دقائق قليلة استطاع نجوم الكرة الرياضيين التكيف مع ما تراه أعينهم. لكن هناك بعض التكيف الذي يحصل بسرعة أكبر. السرعة كبيرة ويصعب على الدماغ التكيف بالعودة إلى الوضع الطبيعي. نحن في ملعب تدريب في أحد أهم نوادي كرة القدم القديمة في لندن، ليتن أورينت. لطالما تمتع لاعب الفريق الأول ليون ماكسويني برؤية ممتازة. الآن لا يزال يتمتع برؤية ممتازة، لكن كل ما يراه ينحرف 10 درجات بواسطة هذه النظارات الخاصة. بدون العدسات سيرى الهدف هنا، بوجودها سيظهر الهدف هنا، وهو ليست لديه فكرة كيف سيتفاعل أو كيف ستؤثر على مهارته البارعة في كرة القدم. مبدئياً التفاعل هو ذاته كما مع النظارات الأخرى التي جربناها، إنه يائس كلياً. لكن في ظرف 4 دقائق بدل دماغه إدراكه بنسبة 10% ليتماشى مع العالم الذي يراه. لا نتكلم فقط عن التحكم في كرته، إنه متكيف جداً مع التبدل في الرؤية، حتى ضربات الجزاء كانت ناجحة. لكن ماذا سيحصل عندما ينزعها؟ بدون النظارات يقول المنطق إنه سيعود ليرى بشكل طبيعي، ويجب أن يتمكن من إصابة الهدف، إنه أمر قام به سابقاً آلاف المرات.
فلنرى. دماغه أصبح متفهماً للمعلومات الجديدة، ليس مياناً للتأرجح إلى الجهة الأخرى. إنه لا يزال يرى العالم وكأنه يضع النظارات، ولا يستطيع دماغه الواعي فعل شيء حيال ذلك. لا تقلق بشأن حياته المهنية، ورؤيته ستعود إلى طبيعتها في النهاية. أتذكرون التلاميذ الذين قدمنا لهم مشروباً مزيفاً؟ حان الوقت كي نعرف كيف أن التأثير الوهمي لكل تلك الكحول التي لم يشربوها قد غير سلوكهم. أفراد هذه الفرقة الشجاعة من التلاميذ انخرطوا فيما يعتقدون أنه اختبار للتحقق من تأثير الكحول على القدرات. لقد أمضوا الساعة الأخيرة في تناول خليط من مياه منشطة وجعة خالية من الكحول، لكن البعض منهم أفاد بأنه تأثر وثمل بنسب تتراوح من 1 إلى 10. لا أذكر كم كأسا شربت، على الأرجح 5. أشعر بأن النسبة هي 5 أو 6 من 10 كؤوس. في مستوى 1 إلى 10 أنا أقول 6. فلنقل 6، 6 رقم جيد. يبدو أن أدمغتهم بدأت تقتنع، لكن هل سيتأثر سلوكهم؟ إذا شربنا الكحول بانتظام، آنذاك نكون معتادين الطريقة التي تخفض مستوى إبطاء الأجهزة المركزية التي تتحكم في أفعالنا اليومية. لكن بينما سلوك الناس يتفاوت بقوة في حالة السكر، فإن التأثير الوهمي يجب أن يعكس تجربة شرب الكحول في العالم الحقيقي. بينما الحفلة في أوجها، حان وقت الألعاب. إذا كان التأثير الوهمي قد بدأ يعمل فعلاً، فلا بد أن هناك إشارات للإزعاج المتزايد كالقدرة التنافسية وفقدان التثبيط. يبدو أن الوضع يميل إلى التنافس، لكن كيف سيبلون في الاختبار المطلق للتوازن والمرونة؟ النسيان. أوه لا، هنا تبدو دايزي فعلا تحت تأثير دماغها. عندما وصلوا طلبنا من التلاميذ تناول جرعات في حجرتنا. مضت ساعتان، استهلكوا خلالها معدل 8.5 من المشروب الخالي من الكحول. حان الوقت لجولة أخرى، فرصة مثالية للتأكد مما إذا كان هناك أي فقدان للتثبيط، علامة أكيدة على السكر. يبدو كذلك، ولكن هناك شخص واحد في المجموعة تأثر أكثر من أي شخص آخر. أنا آسفة. يمكن القول إن دايزي في حالة سيئة بعض الشيء. أشعر أنني بين السكر والترنح. لو وجدت فتحة بين الاثنتين لكنت فيها. بعد ساعتين من الشرب، حان الوقت للبوح بالحقيقة للمجموعة. إن أدمغتهم هي التي تخبرهم أنهم ثملون. من هم خارج المجموعة سيفاجؤون عندما يعلمون أنكم وفي الساعتين الأخيرتين لم تشربوا، أي منكم لم يشرب مليمترا واحدا من الكحول. لا شيء. مستحيل. قناني الجعة كانت مملوءة بجعة غير كحولية. الفودكا كانت ماء. أشعر أني ثملة. أنا فعلا كذلك، لكن لا أفهم السبب، لأن ذلك ليس كحولا، لكنه كذلك في رأسي. مسكينة دايزي، سوف تحتاج إلى علاج صداع الكحول، ربما إلى علاج وهمي. لكن كيف يشتغل رد الفعل الأقصى على تأثير العلاج الوهمي هذا؟ كل مرة نختبر فيها شيئا جديدا، تصنع أدمغتنا مجموعة من الروابط العصبية المتعلقة بالتجربة. هناك رزمة من شبكات الاتصال المتعلقة بالشرب، هناك واحدة للصوت، الذوق، لرؤية سكب المشروب، وهناك شبكة خاصة بتأثيرات الكحول. بعد فترة جميعها باتت مرتبطة واعتادت التواجد معا كأصدقاء في حفلة. بينما الشبكات الأخرى تعمل، شبكة الكحول أيضا تبدأ بالعمل رغم عدم وجود كحول، وأحيانا ترغب في إحضار أصدقائها. شبكات القدرات التنافسية، الصخب وفقدان التثبيط. في النهاية كل الشبكات تشتغل، والناس يمكن أن يتصرفوا كأنهم مخمورون حتى لو لم يشربوا. إذن رأينا كيف أن عمليات الدماغ الأوتوماتيكية يمكن أن تنخدع وتحرجنا،
تعلمنا حدود الرؤية المحيطية ورأينا كيف أن ردود فعل اللاوعي لدينا يمكن أن تكون أسرع من يوسين بولت. نظن أننا المسؤولون لكننا لسنا كذلك. إن أدمغتنا هي الرئيس الحقيقي. فكروا بأمان.